تيغوات هادي راه كيقطعو هما. راه ما تجسو، شكون اللي كيشد الباطوات؟ شكون اللي كيهرب الباطوات ديال المخدرات؟ انا يوميا الالاف ديال المخدرات كتخرج، القرقوبي الباطوات كيدخلوا يوميا. قال لك امير المؤمنين، اش من امير المؤمنين جي قتلني، جي هدمني. انا في السطح اللي حكمتي لي عليه بلي فراغ، انا في السطح يا ملك الظالمين، انا في السطح. انا لا اؤمن بك، انا لا اؤمن بك، انت ظالم، انت ظالم يا ملك المغرب، انت ظالم يا ملك المغرب، انت ظالم، انت ظالم يا ملك المغرب، انت ظالم يا ملك المغرب، انت ظالم يا ملك المغرب، انت ظالم، انت ظالم يا ملك المغرب، انت ظالم يا ملك المغرب، انت ظالم، انت تعمل لليهود والنصارى، لا تعمل مع رب العالمين، انت تعمل مع الغرب واليهود وامريكا، انت لا تعمل مع الله، انت لا تعمل مع شعبك. مستشارين ديالك كيقمروا بالليل وبالنهار، كاع الشعب كلوه، تشتيت الاقتصاد، خواتاتك شدوا البحر والماء، خوك ما عطاش لو شاد، كاع عيلتك الشادة، ما سلطك علينا الله، ما سلطكش علينا، تسلطي علينا بوحدك، تسلطي علينا بوحدك. انت درتي وقعتي في المواثيق الدولية كاملة، دابا كتخرج برا باش الا وقعت شي حاجة متحمى، ماشي بحال القذافي دار العالم كله ما بغاتو حتى شي دولة، حتى ما مداش هادشي انت مدير اتفاقية دولية. لو وقعت شي حاجة في المغرب علاش كتدي دابا الفلوس لافريقيا؟ باش الا وقعت شي حاجة كاع الاول الدول تأمنك. ولكن انت قاهرة الشعب، انت قاهرة الشعب، انت ظالم، محمد السادس ظالم، انت مجرم، انت قتال الشعب، انت كتعطي تقول لهم قتلوا الشعب، انت درتي العصر الرويدة بالكلاب، طلقتي اخلو الشفار، ياك انت اللي قلتي للشعب العدالة والتنمية جات الاولى. احترم ادارة ارادة الشعب. انا لا اؤمن بك ولا اؤمن بدولتك، انت مجرم. يقول الله سبحانه وتعالى، هادي ما كيقولوهاش العلماء ديالك اللي كتصيفط لهم ورقة، كيصيفط لهم وزير الاوقاف. يقول الله سبحانه وتعالى قبل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، الى اخر الايات، عدة ايات في القران الكريم. انت ظالم وفاسق، انت ظالم وفاسق يا محمد السادس، انت ظالم، انت والوزير العدل. اتصلت وزير العدل دابا 50 مرة ما جاوبش، وزارة الظلم والحريات، وزارة الاعتداء على المواطنين الفقراء، العصابة الملكية تحكم المغرب، الملك هو اللي مدير البلطاجية، هو اللي مدير الاجرام، تلقى لنا العصابة ديال المخزن، حسني بن سليمان وعمشو الجيش العروب والمخابرات ولا تجيد كيهربوا ألف باطو في النار ديال المخدرات. جيو اعتقلوني، عدموني، عدموني، ما خافش منك، لا انت لا المخزن الفاسد ديالك، انت ما كتحكمش بما انزل الله، انت ما كتحكمش بما انزل الله، انت ما كتحكمش بما انزل الله. انا كنتظر منك تحاكم رموز فساد، حكمتي عليا الخويا في السطح اللي انا ساكن فيه، السطح ما لاقش حتى السكن، انت مالك انت؟ والبارح حكمتي ملف في 500 مليار، 900 مليون وبرأتي واحد، حنت اختو قاديه و15 المزيد مدير السوق سارق 50 مليار، والله ما مالك، مالك والله، والله ما مالك انت، انت والله ما مالك.
انت والله ما مالك، انت ضارب ومجرم، انت مجرم قتال كتحقر على الفقراء بالعصابة ديالك. انت والله ما مالك في البلاد، انت والله لا مجرم، انا لا اؤمن بك. اعتقلوني، اعدموني، انت مجرم، انت مجرم، انت والعصابة ديالك كتضحك على هاد الشعب. انا كتطلق تاني مدير الفيتان في البلاد، خليه بلادك وغادي تعطي الفلوس لعباد الله ديال الشعب. اش غتقول الله؟ اش غتقول الله؟ اش غتقول الله سبحانه وتعالى؟ العلماء ديال الفلوس قالك امير المؤمنين، كفايا ظالمين، كفايا ظالمين، تحللون ما يبغي الملك وتحرمون ما يبغي الملك، ما كتقولوش اش كيبغي رب العالمين. ظلم ظلم ظلم. انا لقطت صورتك على المباشر وحرقت صورة ديال الراية وجي احكمني. انا اقلب على الصورة ديالك وحرقتك حرقة. انا حرقت صورة الملك على المباشر. انت يا ظالم، انت يا ظالم، انت يا ظالم. صيفطتهم ليا، خلصوا ليا للجزائر، انا ما باغيش نمشي للجزائر باش تقولوا عليا خائن. انا غنبقى في بلادي وغنموت على ولادي والديا، وعدموني على شرقا في المباشر. انا والله ما خايف منك ولا من مخزنك، كتبقى في امي وبا وبناتي ولدي ومراتي، اما كلكم كلكم ظلامه. محمد السادس ظالم ظالم. انا ما خايفش، انا والله ما خايف، انا والله ما خايف، انا والله ما خايف، انا والله ما خايف. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اي صفقه درت ديال البيع والشراء دمروني، ما خلاونيش نزيد اخوتي، راه ما خلاونيش نزيد، راه عندي ولاد، راه عندي ام وعندي اب، راه ما خلاونيش، راه ما خلاونيش، راه ما خلاونيش تنفس اخوتي. راه دو ظلامه مالي انا جدرت، واش انا مجرم؟ حنت فضحت الفساد وليت انا هو المفسد. لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله سبحانك اللهم اني كنت من الظالمين. لا اله الا الله. اسمعوا لي على الكونيكسيون، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. رجايا في الله ما غنطلبوش وما غنسعاش. انا كنقول لكم اخوتي اش كاين في هاد البلاد، اكون بغيت نبوس الصباط ونعيش تحت رجلين، اراكم بعد فين؟ هذا ظالم، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إن هذا مكار، اللهم إن هذا مكار. افتحوا الحدود الشباب، افتحوا الحدود للناس، بغيتي هاد البلاد انت وهاد الناس، افتح الحدود، افتح الحدود،
خلي الناس تمشي، خليوك انت والدولة الفاسدة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم انزل عليهم عذابك، اللهم دمرهم، اللهم إنهم قد طغوا في الأرض فدمرهم. اللهم انتقم من كل من كان، فمن كان من كل من هو مجرم ومن كل هو ظالم، دمره. أنا كنتظر من القضاء حكم رموز الفساد. الملف الأول اللي فيه 500 مليار اللي بداتو المحكمة العدل الخاصة تحكم البارح، أيدوا الحكم ابتدائي 999 مليون، وفي 500 مليار وقودة تحقيق 41 51، والدار اللي ساكن فيها أنا بالزربة ما عيطوا لي لا في المحكمة وما عندي الوثائق ما والو، صدروا عليا حكم استئناف، اجا عندي 20 يوم بالإفراج وما جابوش حتى استدعاء، وما جابوش حتى استدعاء، عندي الوثائق والدار انا اللي صالحها هادي، واهري و90 ورقة كانت خربة صرفت عليها الملايين وما جابوش لي استدعاء. علاش؟ حتى ذاك الرئيس المحكمة خو قايد في المارشي خليفة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا السي نور الدين، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله.